الماوس ده غالبا هيبقى الماوس الاساسي بتاعي خلال الفتره اللي جايه، لان خلاص بدات استغنى عن الماوسات اللي كنت بستخدمها الفتره اللي فاتت. وليه؟ لان ده افضل وارخص ماوس قابل لاعاده الشحن، هو لسه موجود في السوق المصري، هو من شركه اولى، وهو الـ AM300. ماوس بالنسبه ليا ممتاز من ناحيه كل حاجه تحت الفئه السعريه اللي هو موجود فيها، اللي هي 300 350 جنيه. مراجعه كامله للمنتج ده تكون موجوده على قناتي على اليوتيوب. كان معاك محمد بصري، سلام.